حقوق البشر و بین المللی شهر و تنباد صدای زنی افغان جمعی از خانم های هستیم که به خاطر دادخواهی یا لماذا تطالب السيدات الأفغانيات بحق العمل؟ لأنهن المعيلات لعائلاتهن، لا معيل لهن ولأطفالهن غيرهن من الرجال، فنفقة العيش كلها على كاهلهن، وبالتالي يجب أن يعملن، وثانياً لأنهن درسن 20 عاماً. الهدف الأساسي كان من تظاهراتنا التي قمنا بها هو أن يتم دمجنا في المجتمع الأفغاني، ويجب أن يقبلنا المجتمع بأننا نصف المجتمع.